بسم الله ربنا ينصر الجيش ربنا ينصر الجيش ويسدد خطى الجيش السوداني وينصرهم على كل من عاداهم ويعيد السودانيين إلى بلدهم أعزاء وربنا يفتح بصائر السودانيين جميعا وخاصة الذين يتحدثون فيه السياسة ويعرفون بما لا يعرفون أدعو السودانيين مرة ومرات لأن تسهب وتتعلم ليس عيبا أن تجهل أمرا لكن العيب أنك تتحدث في أمر ليس لك فيه ليس لك فيه أو كل رصيدك فيه هو كتاب كتابين ورق النغاش الله يفتح بصائر السودانيين ويفتح بصائر قادة الجيش الذين يهتمون بالوطن وليس الذين يهتمون بالتنظيم. نسب سريعة لمقدمة السيناريوهات الثلاثة، في ثلاثة سيناريوهات في الموقف السوداني ده. والمركز ده درجة على أنه يقدم يقدم للناس يوم بكرة الممكن يحصل شنو. لانه بنرتكز على دراسات مركز وليس معلومات مسربه من جهه ما او غيره اللقاء عنوانه نسب وسيناريوهات خليني اقول لك النسب الاولى المركز اتاهد اجتهاد شديد جدا في انه يجمع النسب هذه والنسب هذه مرتبطه بتواريخ ومرتبطه بنسب من فيجرز من المؤسسات نفسها الموجوده زي الجيش مثلا نسبة والأحزاب السياسية وتاريخ البرلمانات في السودان وكل المسائل نسبة عضوية الحركة الإسلامية الملتزمة من السودانيين هي 17.10% من السكان 17 ذكروا النسبة دي في 17.10% من السكان ده البيع شنو يعني في حساب السكان النسبه دي ما عندها اي قيمه على مستوى البرلمانات او على مستوى الفعل السياسي ما عندها اي قيمه جات الغيمة من القيمه من وين اكتسبت القيمه من وين قعدت من 89 لحد ما سقط البشير ولحد هسه قاعدين في نفسنا قعدوا كيف الناس ديل نسبة السودانيين الانتهازين اللي ارتبطوا بالحركة الإسلامية إما للشغل أو للمال أو للتجارة أو غيره هم اللي كملوا نسبة الحركة الإسلامية لأكثر من 85% وده مرتبط بسلوك الإنسان السوداني ذاته وهو الكوز ده ما إلا يكون كوز ملتزم من الثانوية الكوز ده ممكن يكون كوز بالانتهازية دي 17.10% بيقوا أكثر من 90% في السودان كلنا السودانيين بيقوا كيزان بسلوكهم والنظم والسياسات ما بتعرف الـ الـ الارتباط العقدي بتعرف السلوك في السياسة إذا أنا سلوكي معين يبقى ما ما بالضرورة أنا أكون ارتباطي عقدي أصلا إذا السلوك حرامي ما بحتاج لعقد عقدية عشان أنت بيبانا للحرامية عقدية سياسية دينية أو عقدية أيديولوجية مثل الحزب الشيوعي ما بحتاج للحاجات الأيديولوجية دي سلوكي بيتحول بيبقى أنا خلاص الزول ده يبقى الحركه الاسلاميه دي اللي عملها قومه وقعدنا وعمل أي حنبور فيها قنبور احنا ذاتنا السودانيين دي هم ذاتهم هم اللي اشتغلوا معاهم وهم اللي مشوا الخدمه المدنيه وهم اللي قبلوا بالزله وهم اللي قبلوا بالصالح العام وكلنا حد ما قام اولادنا دي المرة في الشارع. نسبه ابناء غرب السودان في الحركه الاسلاميه هم 9.3 الكلام ده من الري... الف... الريجستد بتاع الحركه الاسلاميه ذاتها خليهم يجي يقول لنا آه جبت من وين ده؟ وما في شيء فضل ما معروفه محلته كله اتكشف 9.3 من ال 17% بتاعنا السكان ديل 9 من 17% انتبه لده في 9.3 ديل من ابناء الحركه الاسلاميه من ابناء دارفور وانا من ابناء دارفور اعتقد ما تعتقد تحتنق ما تحتنق خير انت نسبة ابناء الشمال والوسط في الحركة الاسلامية هم 3.6 مقارنة ب 9.3 3.6 من ال 17.10 اجمع الاثنين ديل بالحساب شوف بفضل كم بفضل زي 5.1 ده من باقي الناس ما دخلنا في التفاصيل في الشرق وفي المناطق ما دخلنا دخلنا في الموازنتين الاثنين دي باعتبار الريزم بتاع الم... ال... الهامش والسنتر وال... و56 والكلام ما عنده أساس ده. عشان ما تجي تتكلم ساكت المركز عكف على ده ودفع قروش عشان يطلع المعلومات الصحيحة لناس تتحرك وتصل عشان تقدر تعمل الحاجات دي في ناس ولنتير عملوا الحاجات دي دي فيجرز من 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 المنظومات حقتهم كلها المكشوفه والعربيه بالمناسبة عندها أكبر الأشياء عن الحركة الإسلامية السودانية إرشيف العربية واحد من الكيزان باعوا للعربية اللي هو جزء منه الحلقات الجابوها للناس زيلوا في معلومات أكثر من ده وفي الناس الانتهازين ذاتهم اسمهم قاعدة موجودين وهم مسمينهم الحركة الإسلامية مفصلة لأنهم دين الناس بتاع مصالح نسبة في إدارة الرئاسة تحت الدولة السودانية منذ الاستقلال نسبة الشمالين المدنيين في الرئاسة 27% كانت ديل القادة عندهم مرتبات بالشمال وهم ليس شماليين أخ هم خلطات وفيهم تداخل قبلي ونسبي في رؤساء عندهم هل من دارفور وهل من كردفان وهل في الشمال التركيبة الموجودة دي وآخرة للناس المعرفة التفاصيل عمر البشير الأخير ده أزولا ده هاف كاست ما بيعتبر شمالي كامل بينما النسبة من أبناء كردفان من كردفان ودارفور في الرئاسات السودانية في تاريخها منذ الأزهري إلى حمدوك ديل بنتكلم إحنا عن المدنيين النسبة بتاعتهم 39% وديل الفيجر بتاع البرلمان عاد والنسب الأنساب بتاعت الناس ديل نسبة ابناء دارفور في الرئاسة هي إيه الاعلى انت بتتكلم فياتو هامش النسب بتاعت الهامش والكلام بتاع الهامش ده كلام مغزين بيه الناس لانه ما عارفين تاريخ بلدهم اصلا اصلا ما المفروض يجي زور يقول لك تاريخ بلدك لما يقول لك والله يا اخي الشمالين ديل مثلا هم مستولين على ال... شوف النسبة امشي ده ما تاريخك انت امشي اقعد في البرلمان ده شوف البرلمان ده نسب البرلمان الناس الموجودين فيه الشمالين ما بساووا منه 7% تاريخ البرلمان السوداني انت لما يكون يصنعوا لك عداء ويصنعوا لك لازم عشان في السياسه لما تكون في دوله خارجيه عندها نظم واشياء دارت تنفذها وسياسات في الدوله دي لابد من انها تصنع لك عدو عشان تقاتل عبره عشان يكون الموتيفيشن بتاعك عشان انت تقاتل دي البوليتيك اللي قلنا الناس يطرقوا ابوابها ويقروها ويتعلموها ويشوفوا النماذج والاحداث اللي حصلت في التاريخ السياسي وكيف الدول سيطرت على دول اخرى بالسياسات والنظم؟ كيف؟ ده كان ما قريته ما المركز ده بيساعد وبيقول الكلام ده لوجه الله والوطن العظيم. نسبة ابناء الشماليين في قيادة الجيش هي 23%. والشماليين القاعدين في قيادة الجيش دي منهم اي علاقة بروابط اهلهم هناك جامع. الشمالين ديل ما بنوا لا هنا زاوية ما بنوا كلهم الكلهم بنوا حاجاتهم بالصناديق والصناديق لهم الليلة قاعد ليوم الليلة قاعدة اللي بتبني وليوم الصناديق اللي بتشتري المترات تحت البحر ليوم الليلة الشمالية المشو اقتربوا وقعدوا وقاتلوا وقرام أفقر من قرى دارفور ملايين المرات يوم واحد ما قالوا والله يا أخي ناس دارفور دي لأنهم كانوا في الرأس أكلوا بروشنا ما بقولوا زي ده لانهم بيمشوا بيتهدوا وبيشتغلوا بيرتكزوا على نفسهم ما بيرتكزوا على أقربائهم نسبة ابناء دارفور في قيادة الجيش 21% لما تضيف كردفان ودارفور بتبقى 32% باعتباره امتداد لاقليم واحد افتكروا هم كذلك رغم الخلافات الموجوده فيه من الدفعه 40 نسبه الطلاب دخلوا الكليه الحربيه كانت مناصفة بين أبناء دارفور وبقية أبناء أب... مناصفة بين أبناء دارفور وبقية أبناء السودان كله من الدفعة 40 ودي الدفعة اللي هي تسمت دفعة الأخوان المسلمين دي الدفعة الأولى أمشي شوف الدفعة دي ماتوا منها أكثر من 70% في الجنوب الدفعة دي ضباط أكثر من 70% ماتوا في الجنوب واللواءات هسه فيها لواءات فضل هم من كردفان ودارفور والنيل الازرق الناس يا اخواننا الظلم واطلاق الكلام على العواهن ده ما بينفع، احنا في عالم رغمي. احنا في عالم رغمي، اي معلومه داير تقولها لابد من تسنيدها بال والارقام. اللي بيتكلموا عن المركز والهاشم الهامش مجموعه من الجهلاء. السودان المهمشين فيه نسبتهم 61% 23.5 دي طبقه وسطى والطبقه الوسطى في السودان دي عملها منو؟ الطبقه الوسطى دي اجتهادات بتاعت ناس من دارفور ومن كردفان ومن الشمال ومن الشرق ومن الوسط دي الناس المشت اتعلمت واجتهدت وهلا تعبوا علمون صنعوا المجتمع الاوسط ده الحرب المدوره دي كسرت المجتمع الاوسط ده في 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 السلم الطبقي في الانتاج والمعرفه وموازنه البلد ووزنتها الاقتصاديه ما تطلق الكلام على العواهم وتظلم الناس انت في الحقيقه ما بتظلم الناس انت بتجهل في نفسك وبتبقى وضحوكه للناس لما تمشي تقيف مع الغربيين تقول المركز والهامش هاتوا مركز وهاتوا هامش وها اسئله المركز ده عنده تعريف الهامش ده عنده تعريف المركز يا تمركز مركز مركز الجغرافي مركز اتخاذ القرار السياسي مركز الصفوه الفكريه مركز الصفوه الثقافيه مركز الصفوه القنائيه يا تو مركز والهامش شنو هو الهامش الناس اللي قاعدين اللي بيوصفوا الكلاسيفيكيشن التم ده كلاسيفيكيشن خاطئ والكلاسيفيكيشن ينوم عن مرض للناس المتبنين المشروع ده مرض تجاه ناس محددين ودي ده عمق العنصريه بالكتاب يعني المشي اجتهد واباء بنى العمارة عماره قعدت في السعوديه 80 سنه وعملوا لهم عماره قعدوا في العماره دي وتعلموا دي طبقه وسطى قادره تمشي وتتعالج وتعمل الحاجه دي بجهدها الخاص ديل صنفهم المريض مركز وجهز يكسر بنايتهم ويشيل حاجتهم صنفهم مركز هم دين ما مركز ولا انهم مركز انت بتتكلم عنه مركز المال المركز بتاع الاموال ده اي مدينه في السودان فيها ناس اثرياء وفي احياء جميله وفي... عملوها بعرق جبينهم الاحياء الجميله في نيالا مثلا وفي الفاشر انا ما بسمي ده مركز والزول العايش هناك في طرف المدينه الما مخططه الارضيه بتاعته عايش له في 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 في, في شلتا انا ده ما بسمي هامش ده هامش شنو ده همش نفسه وداك هو ويجتهد الناس الناس لازم تجتهد وتعمل للكارثة هنا وما في أرقام وما في كلام هسه لو مسكت اي واحد منهم بتنطعوا بتفاصحوا بالمركز والهامش المركز يا مركز انت بتعنيه الريكورد بتاع جامعه الخرطوم لحد العام 2000 نسبه ابناء و... ده ابناء دارفور وكردفان هي الاعلى مقارنه بنسبه باقي السودانيين كطلاب وده هنا بيوريك الناس دي ناس مجتهدين ودارين يتعلموا وامتحان الشهاده كلنا عارفين انه بتساهر الليالي وقدر ما تجيب بتمشي جامعه اللي هي دارين يمشوا لها كل الناس والكليه دارين يمشوا لها كل الناس المحبين ودي منافسه حره ومش... الناس بتمشي قبل ما الحركه الاسلاميه تعمل الجامعات مثلها مثل دكاكين الحي من غير استراتيجيه ومن غير تسجيل دولي ومن غير غيمة دولي ويفتكروا نفسهم هم انجحوا التعليم بل طعنوا التعليم في ظهره طعننا الى نسبه المرتبطين بالسياسه نسبه الاقاليم في الاقليم الاوسط والشمالي هم الاعلى والارتباط بالسياسة عادة ما يكون هو ارتباط بالمعرفة بتاعة الحال العام شي معرفة من حال اقتصادي شي معرفة من حال اجتماعي حاجات بالمستوى ده يعني نسبة المتعلمين هي الأعلى منذ تأسيس الدولة السودانية من الشمال والوسط دي نسبة الأعلى ليه الناس زي هم النسبة الأعلى كلية غردون دي كانت فاتحه للناس كل الناس. أوريك أنا المفهوم من, من مستوى على مستوى أسرتي الخاص جدا. جدودنا بدل ما يمشوا كلية غردون مشوا قالوا في الخلاوي. قالوا المدرسة دي كلية غردون دي بتخربة أولاد. ما مشوا جدودنا حفظوا القران وقعدوا ودرسوا القران وقعدوا في محطاتهم في الشمالي جو اولادهم اتكسر ده بالطوق الخوف ده خلوهم يمشوا بعد ده وخلوا البنات منهم يوصلوا ويصلوا سنه رابعه في الوقت ده في القراءه التاريخيه عشان تعرف تاريخ منطقتك والتاريخ اللي نشات فيه انت في دارفور الناس كانت بتركز عليه الخلوه والقران وكفى ما دارين اي محطه ديل كانوا عندهم شويه افق من من حسن حظ بعض السودانيين كان عندهم شويه افق عشان الناس تمشي تقرا في كليه بردون ومشوا قروا ونفعوا لذلك ارتبطوا هم بالسياسه اكثر وارتبطوا ليه ارتبطوا بالسياسه؟ ارتبطوا بالسياسه لانه في شويه معرفه فهموا الغرب عايش شنو وفهموا النصارى دارين شنو وفهموا ليه محتلين بلدنا وبدت روح التخلص من المستعمر لذلك هم وجدت منهم كثيرين من الناس اللي تعلموا واهل الحظوه من حزب الامه وحزب الاتحاد الديمقراطي، حزب الامه استغل نسبه الجهل العاليه في دارفور وبنى منها مجد وعظمته وجبنا له عظمه هنا برضه في الخرطوم لانه كان متفوق على الناس معارفيا مع الناس كانوا متفوقين على الناس معارفيا مع لذلك حدا بالامام الله يرحمه الصادق المهدي في انه ما يشتغل اي شغل الا رئيس وزراء. وصل ده كيف؟ وصل ده من المحبه ومسيح التراب المرتبط بالجهل المناطقي. نسبه التعليم الموجوده في شمال السودان كانت قللت نسبه الانتماء لحزب الامه، لانه انتماء حزب الامه هو ارتباط تحت تراب ومسائل زي دي. الناس ديل هناك برضو في نسبة جهل وتمسح بالتراب في الشريق للمرغني واستغلال لجهلهم واستغلال لجهل الشماليين أيضا في أنه المرغني مشى كان بيشيل الأراضي بتاعت النازل وبشيل بلحهم ليوم الليلة ليه؟ لأنه المسألة دي مرتبطة بالجهل وجهل الانتماء والروابط والحزبين دي لا احترموا ناسنا في دارفور المساكين اللي كانوا بيتمسحوا بترابهم الحمد لله سيناس اتعلمت لكن ما زلنا نحن في دائرة بالتصادق والتصادق ما مرقنا منين هنا وأولادنا في دارفور منهم من نسبة كبيرة في حزب الأمة ما قادرين يتصرفوا في الموضوع ده وناسنا من الشرق برضو تشظى الحزب الاتحادي لأنه في روح المعرفة ما بيقبلوا الزل النازل بيتفرتقوا لأنه كل زول داير يبقى زي السيد محمد عثمان يحفص الناس ويمسحوا بالتراب ما تعرف ده سبب الفرتقة المنظومة دي اما حزب الامة ما زال الجهل مستشري وعلاقة الناس وارتباطاتهم بزولدا ده بالبيت ده الارتباطات دي هي الهزمة الدولة السودانية وهي القبشة المعارف في دارفور لفترة طويلة جدا لانك انت عارف ما بتنفع مع حزب الاتحادي انت عارف وعالم ما بتنفع مع حزب الاتحادي فلذلك الحاجات دي حصلت عليك وانت مطالب انك تجتهد كفرد اترك اترك القصه بتاعه القطيع دي انت اجتهد كفرد ومن ثم تحقق مستقبلك طيب ده الجزء الاول من النسب الموجوده وانا عايز كل السودانيين يرجعوا ويتاكدوا من نسب المركز الجابدي دي ويشوفوها هل هي حقيقيه ولا نحن بنتكلم على معلومات ما موثقه أنا عايزك تعرف حاجتك عشان تعرف أنت واقف وين عشان ما تشتري كلام تبيعه لك الإمارات وأنت سيد المعرفة وكذا الإمارات أنت كنت بتقرأ الإمارات كانت ما فيش أصلاً أنت كنت بتقرأ في دارفور القرآن وتحفظ وكده السلطان علي الدينار تصدق بالآبار الشهيرة المعروفة في السعودية ديل ما كانوا بيعرفوا الشرق من الغرب ديل كانوا ساكين الضب في الصحراء نفسهم الناس دي ذاته أهينا روحنا إحنا نفسنا بنفسنا وتبعنا الجهل والقباء ونصفق هسه للجنجريد كمان الجيم الجديد طيب الحاصل في السودان ده فيه ثلاثة سيناريوهات أحاول أمشي عليها سريع ثلاثة سيناريوهات أنا بديك لها هسه تختار اللي بتختاره والمركز حيوريك اللي حيحدث في يومياته والأقرب للحدوث ياتو سيناريو انتصار الجيش طيب إذا انتصر الجيش اللي بيحصل شنو؟ انا مصر على السيناريوهات دي اشرحها بالتفصيل عشان الناس تفهم كويس وما يجي كل واحد بعد شويه يومين ثلاثه اذا حصل ذلك ممكن يحصل كده اذا حصل اسمع اسمع المفهوم ده كويس جدا المبني على المعلومات ومبني على تركيبه الاجسام الموجوده هسه مدوره المعارك في الدوله السودانيه دي اذا انتصر الجيش ده هسه على نازيل وحسن برنامجه سيناريو اول مع فرضية إنه الجيش ده كيزان كله كيزان مع الفرضية دي نمشي بالفرضية دي وده دي الغراءات السياسية لازم تقرا الفرضيات بأبعادها كلها لأنه أنت في خط بتاع رأي عام والرأي العام يا هدى لازم يكون فيه فرضيات يمكن يكون في زول واحد عنده مخالفة معك فيما تطرح ده بتمشي لفرضيته برضه وتناقش فرضيته وتطرحها له من زاوية العلوم والكتاب طيب اللي هيحصل شنو؟ اذا فاز الجيش ده وكيزان كيزان كلاب كله اوكي فاز الجيش ها أه. سيبغى كيان الوطن المتحد قبل ما نمشي للحاجات دي التركيبه بتاعت الجيش اللي بيفوز ده الفرضيتنا دي انه جيش بتاع كيزان التركيبه بتاعته فيه كيزان من كل السودان كله كيزان كله لكن هو تركيبة غومية وهو اسمه الجيش القومي للدولة السودانية الجيش في البوليتيكا هو الركن الركين بتاع الدولة في أي دولة في العالم مهما كانت صغيرة كبيرة جديدة أي شيء الجيش هو الركن الركين في الدولة في بناء الدولة وهرمه وهيكلتها في السياسة الجيش ده فيه ركن هناك إذا الدولة سميناها خمسة مربعات الجيش ده هو المربع الاكبر بس خدت لك مربعات كده خمسه مربعات تنفيذي تشريعي وظيفه السلطان رئيس في الدوله في البناء بتاع الدوله الحديثه الجيش ده هو المربع الكبير في القصه دي كبير من عمق الميزانيه كبير من عمر التركيب كبير من اي شيء كبير ومحترم من كل الناس تركيبته في كل الناس الناس كل الناس في ناس ضربت امثله صغيره كثيره قالوا حس البرهان ده لو لو الجيش ده انهزم بيمشوا وين؟ الناس الجيش ده بيمشوا وين؟ كلهم بيقعدوا في السودان ما بيمشي اي في المحل في, الم في الم الجانب الثاني كمقارنيه ديك بيفوتوا بيرجعوا المحلات الجميلة اغلبهم بيرجعوا المحلات اللي حتى لو ناس الرزاقات بيرجعوا بيرجعوا محلاتهم اللي واللي عنده بيوت واهله في الخرطوم بيقعد في الخرطوم دي بلد كلها وقاعد اللي عنده اهله في شماله في برجوازي يقعد دي محطته ما بيمشي تشاد ولا بيمشي افريقيا الوسطى ولا بيرجع على الصحارى ولا بيمشي اي محلة بيقعد هنا دي الناس الجيش اذا انتصروا الكيان بيكون قاعد كيزان ما تنسى الكيان بيكون قاعد ممكن تكون في ديكتاتوريه عسكريه تطول لطول امدها كسرونا كلنا كلنا اي زول ضدهم في سياساتهم يكسرون ما كيزان لكن وين احنا بنكون قاعدين؟ بنكون قاعدين في في السودان بيجرمونا في السجون ويدقونا ويجلدونا ويعملوا النظام العام ويجلدوا بناتنا وما تلبسوا قصير وما تلبسوا اي حاجه والناس لو طلعوا مظاهره يدقونا، لكن بنقدر نطلع مظاهره، انتبه في المعادله دي كويس. استقرار وسيطره نسبيه من الكيزان، اذا قلنا الجيش كيزان حيكون في استقرار على الحكومه فيها قابضه جدا لكن بيكون في استقرار وفي امن داخل البلاد سوشلو ثاني نازل اذا انتصروا دي اسوا السيناريوهات الناس زي ممكن الناس يرجعوا لبيوتهم يسكنوا فيها عشان يرجعوا يدوروا عجله البلد ويشتغلوا دارين الناس سكان يجوا راجعين انتهازيين عشان يشغلون والبلد عجلتها تدور وتطلعوا الأموال للتنظيم العالم خلينا نقول كده خلينا نربط السيناريو لو نفكر فيه بالعقلية دي أنا الكلام ده بقوله عشان يصل للعقلية السودانية كلها عشان نفكر نحن كلنا في المسألة دي ونطلع برؤية واحدة إن شاء الله الناس بيرجعوا بيوتهم وقراهم ومدنهم وكل حاجة الحاجة الخامسة حينكلوا بالسياسيين ونجدهم نجاة سجون وكتل وأي عام ممكن يصلوا معنا أي مرحلة الناس المختلفين مع الحركة الإسلامية منذ نعومة أصفارهم ما الناس تدخلوا سياسة هسه في الفيسبوك ديل واي زول ساند الجنجويد حيتعبوا تعب وممكن يقتلوه يقطعوا حتت ديل الكيزان والجيش انتصر انا مديك الفرضيه بتاعت انه الجيش ده كله كيزان بتدخل البلاد في عزله سياسيه وعزله دبلوماسيه وده نحن شفناه في وجود البشير تجربه الناس شافت الخاين ده كمان قاعد قاعد تعال جو تفسح قاعد احتماليه ال... اذا فازوا الناس دي الجيش انا ماشي معك طبعا في منظور انه الجيش كيزان انا ماشي معك في ده على هواك ما هي دي, دي الجدليه السياسيه يمكن يحصل اتفاق مع القوى السياسيه اذا فاز الجيش وكسر الجنجوي خشب ممكن يرجعوا ويعمل اتفاق مع القوى السياسيه وممكن يردخ للشارع ممكن تكون تقوم ثوره ثانيه او تستمر ثورتنا الحاسة القاعده دي. بمجرد ما الجيش انتصر وقال داير يحكم الناس من غير انتخابات وداير يقعد في السلطه تقوم ثوره وتتواصل المعركه طوالي او الناس يهدؤوا لحد ما يستقروا شويه ثاني تقوم ثوره جديده. الناس زي الكيزان علي كبابيون المواطن العام اللي ما عنده علاقه بالسياسه ما كان بنبس فيهم ما كان في سجونهم ما كان عنده معاهم مشكله بسبب لهم خطر ما بيسالوه. ما عندهم حرب مباشرة ضد المواطن أنا بديك جدلية الجيش ده كله كيزان خليني أنا مؤمن بشنو أنا بديك بالجدلية العامة دي اللي بيتكلموا فيها الناس قصار النظر دي اللي ما بيفهموا كيان الدولة وتركيبة الجيش ما ما بيقدروا يفهموا الحاجة دي لأنه في قصر نظر عجيب وقصر النظر ده حصل بشنو حصل ب شنو بالحقد الذاتي والنفسية الذاتية بس حتى انا الان اللي كانوا بنجطونا بكفتونا بيزلوا فينا انا بس ضدهم الليله كان جه الشيطان انا معاهم واكون نسيت بمجرد ما يدخل الهوى في الجيم السياسي انت بتكون نسيت الكيان بتاع الدوله اللي هو انا مسميه التراب عشره الاستمرار في نهب موارد الدوله 11 احتمالية دخول السودان في الصراع مع القرب طويل جدا وسانكشنز وما يخلونا نسافر اي بلد احتمال الجيش الكيزان ذاته يهدأ ويترك السلطة للمدنيين ويعملون انتخابات في فترة قريبة عشان يعتقدوا انه الانتخابات ذاتها هتجهجهم هم لانه ما في قروش ما في ايش يجيبوا هم الكيزان قروشهم من تركيا ومن غيره ويديروا الانتخابات ويشترونا ونحن طبعا قاعدين في السوق الله اكبر الاجنبي والمحلي بيشترينا احنا كسودانيين رخيصين للواضح اي جيراننا بيبيعوا جيرانهم بعض عشان وبيسرقوا بيوت بعض هسي في السودان كون عندهم الفكره دي لانه هم المجتمع ده صنعوه دا وصلوه دارين ويعملوه مجتمع انتهازي رخيص ونجحوا في ده في 30 سنه قدر ما كاتلنا نرجع السودان لناسهم لذهابهم الاصل هم زادهم الناس ما قدرت وبتجتهد وبصدد تجتهد الى ان يكون في 10 15 جيل حتى تنظف الشخصيه الانتهازيه في السودان ارجع للنسب الهسه جبنا عليك وممكن يرجعوا الكيزان بصوره واضحه جدا في جدليه انه الجيش كيزان يرجعوا الكيزان ذاتهم من السلطه طيب موقف الشعوب السودانيه في حاله السيناريو ده بكون في شنو؟ السودانيين ممكن يقاوموا بكل قوه ويسقطوا الحركه الاسلاميه بعد النظر 30 سنه او 40 سنه يكون في الفرصه دي طيب السيناريو الثاني سيناريو الثاني هو انتصار الجنجويد وعرب التيه والامارات وروسيا مش روسيا اسرائيل انا بتكلم لك هنا عن البنيه الناس دي تركيبتهم شنو الجنجويد دي تركيبته شنو التركيبه السودانيه منه قبيله الرزيقات والحوازمه والميسيريه وخشم بيوت من البقاره كثيره جدا هم وامتداداتهم من دول الجوار الافريقي. القصه دي كلها مضاف لها وجراء وارهابيين ومرتزقه مدفوع لهم من دوله الامارات لانه في هدف اكبر. اتكلمنا هنا المركز يتكلم عن انه الحاجه الحاصله في السودان دي قبل الحرب انه دقلو بيستخدم من قبل الامارات واسرائيل لبرنامج هو ما ولا عارف ابعاده لانه ما عنده علاقه بالبوليتيكة الزول ولا الناس الحول وهو بالمال اللي افسد اغلب السودانيين واشترى كل العشائر والقبائل وكل الحاجه دي ونسوا شرفهم كقبائل اشترى القبائل الموجوده دي اللي هي دانت بالولاء له هو وهو عباره عن تركيبه قبليه، المجموعه دي في نهايه الامر هي عباره عن تركيبه قبليه، انا بتكلم لك بالارقام عاد ما بظلم زول هنا، ده مركز اكاديميا. قبائل وفيهم كميه من الاجانب لا يستهان بها ومدعومين كليا بدوله الامارات ومن خلفها اسرائيل صاحبه المخطط الاكبر. مخطط الامارات ومخطط مخطط اقتصادي باختصار شديد الامارات عايزه من السودان شنو؟ عايزه تعمل امنها الغذائي وعايزه تامن رجل في الموازنه بتاعت البريكس العمله والحزام والطريق اللي تكلمنا عنه هنا الحاجات دي تربطها مع بعض اذا انت دار تتكلم في البوليتيكا بتاعت السودان دي هي من أخطر السياسة المعقدة جداً السياسة السودانية دي. يعني إحنا يا الله يا الله بعد بحوث ودراسة طويلة حتى نقدر نتكلم في 10% منها 10% بس السياسة تحت السودان دي والوضع في السودان والقرن الأفريقي ودول الساحل والصحراء دي من أكثر الأماكن التهاباً وتعقيداً في السياسة في العالم والسودان لموارده وما فيه من مستقبل لكن إحنا الوجود حقنا ما عنده علاقة بالبرتيكا ناسنا دي المساكين ربنا يفتح بصائرهم يا رب يفتح بصائرهم يا أخواننا والباب مفتوح الناس تتعلم كل يوم تمشي تشوف السياسات الخارجية بتدار كيف والناس اللي دارين مننا شنو أصلا دي التركيبة بتاعت الجنجويد أخواننا وهو ما عنده قرار بيعمله ولا عنده قرار بيتخذه القرار بيتخذه الإمارات الإمارات هي ربيب للدولة الإسرائيلية يبقى الهدف الأساسي البعيد في السياسة الخارجية المستقبلية هي السياسات أسمع كلام ده جيد هي البوليسيز بتاعة إسرائيل في المنطقة وليس البوليسيز بتاعت الإمارات الإمارات هي زيها بالضبط زي الجنجويد بالنسبة لي إسرائيل إسرائيل مستخدم الإمارات الإمارات مستخدم الجنجويد عشان تتنفس فيه الحاجات الجنجويد مستخدم, مستخدم القبائل السودانية بحكم الرابط ما هو شوف هنا الوتر المشترك في, ال... في, الرابط السياسي ده كله هو الجهل وعدم المعرفة والتمييز بين القبيلة وال... والكيان بتاع الدولة ده جهل كامل يهود هنا والمفروض السياسي يكون دوره يوعي بالحاجة دي عشان الناس يفهموها يدركوها ويصححوا مواقفهم سريع ليه انت يا رزيقي ولا قبائل البقارة دي كلها ولا المسيرية ليه عظمة البلد دي والذهب الموجود فيه ودول اليورانيوم الموجود ده ليه ما يكون لك انت أولادكم ومستقبل اهلكم في منطقتكم وتنفعوا بكل يعني ليه ما يكون حقك؟ ليه تجي بوليسي ونظم نظم وسياسات من دولة أخرى توجهك أنت وتستخدمك أنت ذاتك تدمر محطتك وما حيكون عندك فيها موضع قدم جايك في السيناريو أنا انتصار الناس ديل بيعمل شنو الموصوفة تحت الناس اللي في تحليلهم هم زيهم وزي الأكراد البرسنتج بتاع الأكراد في في البلدان في منطقه الاكراد تركيا النسبه بتاعتهم اكبر زي الموازنه بتاعت المسيريه والرزيقات في السودان نسبتهم هنا اكبر من نسبه امتداداتهم في المناطق الاخرى الاكراد عباره عن ناس بيتموا للبلدان دي كلها ما قدروا يصنعوا دوله لانه كل البلدان دي ما عايز تقبلهم ككيان بتاع دوله لكن دار تقبلهم كاقليات. عندنا في الغاره الافريقيه في السياسات الخارجيه لدول الجوار والسياسه البعيده بتاعت اسرائيل المجموعات دي ما مقبوله وده تم استقلاله سياسيا. الم... اللي بيقولوا اولاد عمنا المساكين ديل ديل في سودان. المجموعه دي هي اللي جات عليك واختارت الرقعه بتاعت السودان دي الرقعه الاضعف في انها هي تبقى المستقر للدوله حقتهم وهم ما بيتكلموا في دوله في دارفور ما هم اسرائيل ما بتتكلم في دوله في دارفور اسرائيل بتتكلم سياساتها الخارجيه ومستقبلها الدوله السودانيه كلها واخواننا الجماعه ديل ما بصح يقولوا عليهم اخواننا الاماراتيين الاماراتيين ديل هم في سياساتهم انه هي بعدين بعدين السياسات الاسرائيليه تديهم المنطقه بتاعت بورت سودان للمحافظة على إيقاع جبل علي والإنتاج هناك لأنه نسبة البترول ماشية في في يعني نضوب قريب جدا والموازنة الإسرائيلية في في الـ 50 القريبة دي في إنه تاني ما في حوجة حتكون للبترول وحيكون من أرخص الحاجات في الأسواق ده العالم ودي التجارة الدولية لو دارينا عاين لدن عاين الحياة كلها بشكل كويس بالضبط ده مستخدم السياسات الإسرائيلية مستخدمة ال ال الإمارات مستخدمين الجنجويد والجنجويد مستخدمين القبائل وبعض السودانيين والنازل كلهم مواعين المشروع عمقه شنو ونتائجه البعيد شنو والسياسات الأساسية عند الإسرائيليين هي شنو لذلك تتواطأ أمريكا أو تتواطأ كل الحاجات لأنه في شوف المجتمع الدولي ده بيشتغل بحقي وحقك روسيا الصين إسرائيل إسرائيل, إسرائيل هي أمريكا الاتحاد الاوروبي الناس اللي بيشتغلوا بحقي وحقك الشكل الحاصل في السودان يموتوا نموت كلنا احنا نضطرد كلنا ونزل كلنا تصل كنا نشتغل شويه بتاع شغل حقوق انسان وكلام زي في نهايه الامر الامارات عندها سياسات دارت تنفيذها عندها محل دارت تشيله اليهود عندهم خطه في المنطقه كلها دارين يشيلوها الفرنسيين عندهم خطه الامريكان عندهم خطه ونحن ما عندنا اي حاجه ليه لاننا جاهلين ما عارفين الحاصل شنو ولا عارفين ذاته بلدنا دي. شنو قيمتها شنو اليوم الليله احنا المركز والهامش و... وشريط النيل و خمسة يا اخي يا اخي حاولنا نوعيك وده كل اللي بنقدر عليه وما عندنا حاجه ثانيه نعملها ناس ديل اذا انتصروا في الموقف ده بيشكلوا جيش قوامه المحاربين الموجودين الهسه بكل اطيافهم شافتهم عينك ده ده يكون جيش الدوله الحير حيرعى الجيش ده منو وحيأسسه منو حيرتبوا منو فاغنر وفاغنر بتضمن اليد الروسيه في الدوله السودانيه في السياسه الخارجيه بتدخل عليك بعد سياسات الدول واحده واحده ده في الواقع بتاع فوز الجنجوين في الواقع بتاع فوز الحركة الإسلامية بتدخل عليك بيدخل عليك التنظيم العالمي وده ممكن يحاربوا معاك كل الكون اذا مرقنا نحن السودانيين كاتلنا ده بيحاربوا معاك كل الناس الكون كله لانه دار يقضى عليه وكل الناس بيحاربوا معاك لكن الجنجويد ما في زول بيحاربوا معاك الجنجويد لانه كل زول عنده قطعته معروفه حيلقى شنو من المنظومه دي كلها جيش ده حتدرب ويدربوه الروس وهتقوم عليه هيئة الروس وهترتب على نظام الجيش الروسي وكل المسائل دي وهيبقى هو ذاته جيش ممكن تستخدموا روسيا وممكن تستخدمه السعودية ممكن تستخدمه الإمار أي دولة لأنه بيبقى جيش مملوك لدى الإسرائيليين بالوسائط وممكن بكرة بعد أس الليلة لو كانوا ماسكين البلد دي حسي كان بيكونوا منهم في ناس بيقاتلوا في إسرائيل في يقتلوا في غزة ولا أي ولا أي مشكلة ما هي حزمة من المرتزقة بتشتغل بالمال لكن الدولة دي ما حيدوا لهم هم ذاتهم وهم ذاتهم وهم ما فاهمين في نهاية الأمر أنت بتزاح من الفكرة دي كلها ما بكون عندك موطي قدم دي الحقائق بالواقع السياسي الناس تدركه يعني بتشكل الجيش بالقوام ده الجيش ده بكون جيش زيه وزي جيش الجهادية ما بيفرز عنده ناس معينين ما دايرهم هنا ما دايرون ما داير يشوفهم ديل تاني يبقى انت كسوداني ما بتقدر تقعد في المحل دي ذاته ويحميك الجيش ما بيحميك اصلا لانه هو دي ما خطته وما جاي ده اصلا احلال وابدال لكل مؤسسات الدوله النظاميه المدنيه والعسكريه بما فيها الشرطه وغيرها بكل استبدال كامل لنازل هيئات كامله وتجي تدريبات كامله وقد تجي شرطه روسيه وتجي من كل الجنسيات تجي شرطه من كل الجنسيات تجي اسرائيليه تجي كلها تجي تدعم النازل لانه النازل ما عندهم معرفه باداره الدوله اصلا ديل سوق ما يقدروا يديروه الناس عيانين مساكين وما عيانين ومشحونين بافكار غير القتل ما فيها حاجه يعني ده عشان يكون ويبقى جيش نظامي دار له اقل شي 100 سنه حتى يبقى جيش نظامي هيعملوا شنو الناس ديل يستلموا الدوله بعينوا مجموعه الحريه والتغيير برئاسه البابا حمدوك للحكومه التنفيذيه صوريا ليه؟ عشان يكسبوا الخط بتاع المجتمع الدولي، لكن انت في حكومه تنفيذيه هسه حريه تقيير واربابها اذا استلموا السلطه ده الدوله هسه، السلطه دي بكون جيش الجنجويد، شرطتها الجنجويد، اداره المال في الجنجويد، اداره الاقتصاد في الجنجويد، اداره المواني، الطرق البريه، المطارات كلهم جنجويد. ابقى انت انت في قصتك بتبقى ما عندها اي قيمه اكل اكليشيه. وتقوم العالم زاد يدعمه يدعم الاكل شيء ده لكن الى حين لفتره قصيره جدا السودانيين ما فيه ما حترجع انت همدوك ما حيرجعك بس دي خطوه لكسب المجتمع الدولي والسياسات الخارجيه الحاجه الرابعه بيعملوها الناس دي بيصفوا كل قبائل دارفور الاصيله المره دي باسم الدوله باسم الدوله ما اسم جنجويد ولا شيء باسم الدوله والدوله تقول لخلافات قبليه لان هي بقت دوله الجنجويد ما بقى دوله بعد ذاك بقى جيش الدوله بيكون بعد ذاك هم يقول لك لا في خلافات قبليه بين القبيله الفلانيه والفلانيه وتحاربوا هم يمشوا ذاتهم يبيدوا القبائل اللي عن بكره ده بما فيها الفور عبد الواحد اما ناس جبال النوبة دين الادب معاهم مختلف يا عبد العزيز يا حلو مختلف الادب معاك بيقول ده في السيناريو ده استولوا على كل موارد البلاد شوف هم كانوا جزء من التركيبه استولوا على الذهب واستولوا على وهربوا كميات من الذهب لا يعلم إلا الله تقارير دوليه ما عندنا احنا في ما, ما لمسناها التقارير الدوليه والعمل المركز ولا اشتغلنا في دولة عندنا امكانيات توسيع او 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 المنازل الاستيلاء على كل موارد البلاد الاستيلاء على كل المنازل وال... وال... وفي... في المدن وفي القرى في كل محله و اسكان عرب التيه كلهم في المناطق دي والقاعدين في كردفان في كردفان وفي دارفور وكل الناس تعمل الجنجويد بيجوا يجيبوا اهلهم ويسكنوا هنا في العاصمه تحت البلد واداره السياسه والسياسات حيبدوا يبنوا البلد وكذا البيوت والحياه كلها عباره عن غنائم حرب وما في السودان ثاني يقول كره هناك مكان كويس هيبدو بسرعه جدا يرتبوا جيشهم ويعملوا ترسانه بتاعت اسلحه كبيره جدا والاستعداد للاستيلاء على تشاد ودي الخطط المستقبليه بتاعت اسرائيل في المنطقه وبرضها تشاد نكون بنفس المستوى فيها تقاسم بتاع سلطات بين فرنسا والصين وغيرها من البلدان وافريقيا الوسطى لانها هي حلقه ضعيفه ايضا بيدخل السودان كله لمسافة تتم البناء السودان كله بيدخل فيه العصر الجاهلي كله كل السودان في كل مدينة وفي كل قرية السودان تاني يرجعوا دي ما في خلينا هتتمدد الدولة الإسرائيلية في السودان وهي الخطة الكبرى وأولا استغلال مناطق الفشقة هيعملوا فيها مدن متطورة يرجعوا فيها الفلاشة الزمان ويكون فيها منطقة بتاع التكامل بينه وبين إثيوبيا ودي الخطه الكبرى في استغلال موارد الدوله السودانيه وده بتكون داخله في السعوديه والامارات بالمناسبه الاتفاقات دي بتكون داخله في السعوديه والامارات لانهم هم المنفذ حسن الخط الاسرائيلي قد تشوف كلامي بعيد بعد فتره بعد ما تتمكن السياسات الإسرائيلية بتبدأ نهاية دولة عرب وهنا الرزيقات والمسيرية هيفهموا كلامنا ده بعد نهاية القصة تشوفها بعيد تكلمت هنا في المركز ده قلت لك انت يا سوداني احسن تمرق مع الاولاد دي للشارع وتقيف سد منيع لاسقاط المنظومه دي كلها ما سمعت الكلام ولحفظ المساعدين على خيانة بلدهم ووطنهم كل من كان بده فيلا الاماراتيين ديل في اي بلد يختار ويسكن فيها واوريدي هم ادوا ناس شقق حنجيبها بالتفصيل وادوهم امنوا لهم حياتهم بحسابات في البنك بيجي بالتفصيل ده ده ايجار ال... ايجار المجموعه الخانة محطتها هتقوم الدولة عبارة عن دولة جهادية مثلها مثل التركية السابقة للناس العارفين التركية السابقة في السودان ونظام السخرة زي ما باعوا مهدي بيتباعوا القاعدين في السودان الباقيين ما عندهم شغلة معاك بتاع. نباوي ولا جعلي ولا شايكي ولا حلفاوي ما عندهم كلام زي ده ناس ديل اسمعوا كلامي ده للتاريخ نازل اي زول برا قبائلهم دي عبيد حساباتهم وبس قبائلهم دي هي الساده بقي كلهم عبيد ما عندك اي حاجه تقول بلد دي تمرق منها بتسوي شنو انت ما في حاجه اسمها ثوره تقوم ضد في دولته ما في ما في مظاهره ما في تجمع لانك انت بتمرق من الحي للحي اذا قعدت كسوداني وخلوك قعدت في الاحياء الطرفيه لانه الاحياء السنتر دي ما لها ما بتقعد هنا في الاحياء الطرفيه حتمرق بورقه بتاع الاذن من هنا لهناك وفي هسي حسي في مدن في السودان اذا دار تبيع اي حاجه لازم تمشي تكون مختومه بورقه الجنجويد دي دولتهم لك ان تتصور وهم يمتلكوا كل المفاتيح وديك السيناريو لو انت مخير انا ادعوك انك تستخدم عقلك في الفكره دي وتقرا الحاجات القرايه السليمه من غير عواطف دوله جنجويد كان السودان انتهى دوله اسمها السودان انتهت لأن الدولة هي عبارة عن كيان والكيان هو عبارة عن عادات وتقاليد ونظم وطرائق بتاعت حياة في سلام ومآمن السيناريو الثالث وهو الاتفاق باقتسام البلاد بما في ذلك السلطه ركزوا في اقتسام البلاد وبما في ذلك السلطه والسيناريو ده اخطر من السيناريو الثاني لانه استراتيجيه دوله الجنجويد او السياسات الاسرائيليه اصلا هو الاستيلاء على الدوله السودانيه كلها تكون تحيد ادارته وده البرهان ما بيقدر يديون ليه، ورغم انه البرهان افتكر انه بيلعب سياسه بانه يقول انا بيقابل الكيان الصهيوني وعمل معهم اللقاء ذاك المشهور الناس اللي كله وكل السياسات دي هو بيفتكر انه يلعب سياسه وممكن يكونوا هم في جنبه ويساعدوه ويحافظ على كيان الدوله. لا ما دارين ده. دا. هم دارين الزول اللي بينفذ لهم الحاجه اللي قلت عليك دي كلها، اي زول يلقى جسمته من البلد دي، دارين الناس اللي بينفذوا ذول، واللي هم هم بيقدروا بيقدر يكسرون بعدين كيف. وبيكسرون بالقوات الروسيه الممكن ممكن تدرب لهم النازل في حاله السيناريو الثاني بتاع انهم هم انتصروا للناس اللي بيفرحوا لما تسقط حاميه بتاع الجيش انا قلت الكلام ده انتم نوحكم ده من السودانيين في نوح كده ما بيفهم الا الجنجوي ده يمسكوا البلد معناته شنو يمسكوا البلد؟ معناه السودان انتهى انت ما بتفهم الا البلد تنتهي في نوع من الناس من السودانيين وقاعدين هسه معانا في مجتمعاتنا دي ويفتكروا نفسهم هم الشطار وفالحين كل يوم يقول لك واحد ينضم انت ما تفهم احنا الناس بتقاتل في التراب يا اخي الناس بتقاتل في التراب يبقى ولا ما يبقى كذا ده اللي غيمه من ميت ذاتك قعدت توظفت معاهم ومشيت كتبوا لك بيجي لسون واسطه بقول لك واسطه هم ذاتهم دخلوا لك الكليه هم ذاتهم عملوا لك واسطه والاداره بتاعتهم النازلة زي احنا ما دارين ندخل في تفاصيل القبائل لكن جبت لك النسب بتاعت الاداره كلها من دارفور اغلبها من دارور بتاعت الحركه الاسلاميه والفاعله في الحركه الاسلاميه هي من دارفور وكرت جزاته لو شفت حساباتهم بتلقى من المحطه بتاعت الشمال تقسم السلطه معهم معناه قسمه البلاد بالسيناريو اللي هسه حاصل في دارفور ده والبيتكلموا لك عن انه لا ده سيناريو حفتر، ما في حفتر هنا. سياسات الاسرائيليه ما عندها حفتر هنا. عندها البلد كله يا كله لا يدمر كله. ما تقوم لك هذه السياسات الاسرائيليه. لذلك المد بتاع الاسلحه والمد بالعتاد ودفع المليارات الدولارات لانه عارفين انه الدوله دي فيها ما يكفي الديون. ديون. الى الابد. واثراء الى الابد. ومحل بتاع اكل وشراب للامارات الى الابد. لذلك القتال شرس وكبير لكن العقول السودانيه المرتبطه بالسياسه هي عقول صغيره صغيره تماما ولو قعدوا معاك دي معناتها الحرب ونازل قعدوا معاك قسموا معاك سلطه وبلد دي معناتها الحرب الاتيه لأن السياسات الاسرائيليه كلها يا تتكسر كلها بس انا اختصرت لك السياسات الاسرائيليه في المربع ده لأن البلد لو قعدوا معاك تاني حيكون في استعداد لأخذ البلاد عنوة المرة الجاية الاستعداد بيكون بطيرانهم بأسلحتهم كلها ويكسروا باقي البلد دي كلها وشو لهم الخراب ما بهمهم أصلا لأن المصلحة بتاعت السياسات المستقبلية بتاعت الإمارات وبتاعت بتاعت إسرائيل أصلا ما عندها علاقة بالمباني السودانيين بذلوا فيها جهودهم دي ما عندها علاقة بذلك أصلاً المباني شنو في خرطوم؟ معناته شنو يعني للسياسات المستقبليه بتاعت اسرائيل؟ ما في وهم ذاتهم الاسرائيليين في حساباتهم الخرطوم دي كلها المدينه حقتنا دي كلها خرطوم دي وبحري ام ده مشروع زراعي لانها من اخصب الاراضي بالمناسبه والانجليز بنوا الحتات دي بنوها لفهم هم فاهمينه كويس لانه ده ممكن يكون في المنطقه بتاع ام خرطوم بحري يكون مشروع اكبر مشروع زراعي في العالم ده تغني لين هنا دي رؤية اليهود الاستراتيجية في مستقبل السياسات فيبقى زخارتهم يتكسر دي التحرقة كده وتحرقنا لكن حصل علما بالنسبة لهم وكذا الجنجاوي لأنه ما فاهمين هم ما فاهمين إنهم هم أرجوزات مؤقتين ولا حيفهموا ده أصلا ولا الأولاد الصغار هناك بس السيناريو التالي تبشع من السيناريوهات دي الدين لكن السيناريو الوحيد في الثلاثة دي اللي بيحفظ كانت الدولة هو انتصار الجيش بيكيزانو دين ده الوحيد وده الموقف الاستراتيجي اللي بنينا عليه موقفنا السياسي مش موقف محبة ولا موقف كرة موقف بتاع موازنة سياسية تحفظ الكيان ده عشان أولادي وأولاد أولادي يكون عندهم بلد حقهم اسمه السودان عنده باسبورت يسافروا يمشوا محطتهم عندها رقعة جغرافية محلتهم حقت جدودهم اما السيناريوهات الاثنين التانيات ما بيحفظوا ده على اقل تقدير خلونا نكون نحن ما زاتيين في الوقت ده غير خلونا نفكر في روحنا حاسه خلونا نفكر في انه نحفظ الكيان ده وانا واثق ساند الجيش ده لانه انا واثق انه السودانيين ديل قدر اي معركه مع السوداني ايا كان السوداني ده كوز شيوعي كوبايه طياره عنده كيما عنده اي حاجه السودانيين على مقدرة و30 سنة ما حاجة في تاريخ الشعوب في كتاب السياسة Nothing. البلدان بتتطور والشعوب بتتطور بآلاف السنين عشان تصنع عظمة أقروا التاريخ الأوروبي أقروا التاريخ الأمريكان ده أقروا التاريخ الد... الدول دي كلها تطورت بمئات بل آلاف السنين حتى وصلت لمرماها هل... لا. إذا قامت على أساس سليم صحيح لذلك إحنا قلنا حكومة المستشاريات هي تأسيس دولة جديدة كأنما السودان ده عبارة عن ورقة بيضاء جديدة تينا تصور حكومة المستشاريات للناس للسودانيين وخاصة أولادنا في رجال المغام عشان على سلايد بلانك تاخذ حاجاتك الجديدة بما فيها الدستور المستفتى عليه وعشان تقوم دولة على أسس صحيحة وإن خسرنا نحن جينا والجيل اللي بعد 10 اجيال قبلنا ما كانت القصه كما ينبغي ما أسس الدولة تاسس هسه بعد الحرب لانه بعد الحروب عاده بتقوم اعظم البلدان في حاله واحده في حاله انتهاج العلوم والمعارف والايثار ما نكون دارين وظائف احنا ما بنفتش لوظيفه ما بنحسد شاكل الناس احنا هسه اتضحت في الايام اللي دي انه نحن والله حاجات مخيفة إننا نحن أعداء النجاح لما يكون عندنا زول شاطر بدل نسند أو زول شاطر بدنا نسني بس نسند بالكلام برفع الروح المعنوية عشان الناس تنجز يكون كويس الناس لاختلافاتها معك السياسية واختلافاتك معاها في المنهج يعني تعزمهم لتكريم في كتابك لا ما ده ده مع ده داعم الجيش ده دا ضد الجنجويد شوف احنا وصلنا لمرحله من الجهل وافتكر انه الابتلاءات دي اللي بين ربنا سبحانه وتعالى ما لانه نحن فسقنا او كفرنا زي ما يقول الاسلاميين الخوارج دي تعالى بتاع الجلال والقصير ما عندهم قيمه ديل اللي ما بيتكلموا في دفنهن المسالي تحياء ما تكلموا في ده اجوا يتكلموا في انه لانه السودانيين يعاقبوا لانهم فسقوا احنا افتكر انه انا من وجهه نظري الخاصه جدا قد تخطئ او تصيب انه نحن لاننا جهلنا بحاجتنا وحقدنا على بعضنا هو دخلنا في احتي 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 اه امتحان الحرب القاسيه هسه حرب القامة دي عملتها اسرائيل عبر الامارات عبر الجنجويد عبر العربة دي هي مقصود بها الانسان السوداني وتاريخه وارثه وحضارته وكيان الدوله السودانيه لانه اذا الدوله السودانيه دي كيان موجود اليهود ما بيلقوا فيها يدهم خالص خالص حتى لو الناس عملت معهم اتفاقيات وعملوا لهم سفاره في الخرطوم دي ما بيلقوا يدهم لانه في كيان بتاع دوله والكيان بتاع الدولة السودانية هو كيان متنوع ما بيقبل القبول لأن إسرائيل تتمدد كسياسات حاجة زي دي يصنعوها تشيل البلد ربنا يفتح بصائركم ربنا يفتح بصائركم وعليكم الله أي زول داري يتلبى بالسياسة دي أمشوا أقروا الحاجات بتاعتها كويس أقروا بس السياسات الخارجية دي في كتب انا ممكن ارفعها للناس هنا، فيها اسس ومبادئ الاداره السياسيه ومعرفه البوليتيكا وبلدك بيسوى شنو في الرجم الاقليم وفي الرجم الدولي، على وجه التحديد الدوله اللي سيما السوداني بتسوى شنو في اللي قاعد كله؟ وتعرفوا مقدراتكم الحقيقيه اللي هي بيخفي عليك الغرب ويخفي عليك اي زول. اي حاجه يتكلموا لنا عنها نحن عندنا اراضي زراعيه خصبه كلام ده اضربه في ألف عندك ذهب الكلام ده اضربه في مليون عندك يورانيوم في دارفور اضربه في مئات الالاف عندك مياه جوفيه اضربه في ملايين الالاف وما زال التغييب حاصل عليك انت دوله كامله ناس في الميديا ما قادرين في اهلكم احياء واكل لحم البشر ما قادرين نجيب في ده لكن بتلقانا نحن الاف مؤلفه في شنو؟ في حاجه ما عندها قيمه ونحن ناس في حرب، الله يفتح بصائركم كلكم. الله يفتح بصائر السودانيين جميعهم. خلونا نسند اي زول بيفهم في حاجه. لو زور رسام خلونا نسند الرسام ده ما سوداني عاد في النهايه عاد تنفعنا نحن. نسند ما نأذي ونصدق ما نكذب. ربنا ينصر الجيش اقعدوا موجب ولسه قدام